احنا عشنا في الصعيد اعتقد سنين كتيره، وشفنا يعني طاقات ومواهب مذهله من البنات، بس مش بس من البنات، من ناس كتيره في طاقات يعني بشريه مذهله في الصعيد. واعتقد ان احنا نكون جزء من احنا يعني نلقي الضوء عليها مش بس لمصر، للعالم كله. ده حاجه بتخلينا نحس بالفخر جدا. صحيح. واعتقد الخطوه الجايه بقى ان احنا نرجع بالفيلم لبلده، ونعرض الفيلم في السينمات، ونعرض الفيلم في الصعيد وفي البرشه وفي كل القرى، والناس تشوف الفيلم، لان الناس محتاجه تشوف فيلم زي ده. اكيد. انا فعلا ممتنه جدا للبنات على كل حاجه، بس في نفس الوقت انا محتاجه اشكر فريق العمل الجميل اللي موجود معانا. ممكن هستاذنكم تقفوا كلكم مع بعض. مرحبا. كان من أهم أسباب فوز فيلمكو بالجائزة دي. وعايزة أقول حاجة، وهي دي التعليق الطاغي أو الفكرة الطاغية دلوقتي جوايا. التهميش مش بس ممكن يكون في البعد الجغرافي، التهميش مش بس ممكن يكون في الخدمات أو في الموارد، التهميش ممكن يكون تهميش معنوي، تهميش لشخص، تهميش لمكان، تهميش لإقليم. ميزة أو واحد من ميزات الفيلم ده هو أنه حط هذه القرية من الصعيد في بؤرة الاهتمام. فيلم فكرته بسيطة جداً، هو بيرصد رحلة مجموعة من الفتيات وهم بيكونوا فرقة مسرحية. السياق بيخليك غصب عنك تبص للقرية دي، تحترم أهلها، تحترم الجيل اللي فيها، تديهم الإحساس بأنه هم تحت بؤرة الضوء. البرشة وغيرها وغيرها وغيرها، في كل الأماكن لازم يلقى عليها الضوء، مرة بالفن، مرة بالإنجاز العلمي، مرة بالود والسماحة، مرة بالجدعنة والنبل والمروءة. إنما الأهم إنه ما يبقاش في حد حاسس إنه هو مهمش في بلده أيا كان. شكرا. ودي ميزة الفيلم ده. شكرا. كل التحية للمخرجة ندى رياض، والمخرج أيمن أمير، يوستينا سمير، مارينا سمير، مادة مسعود، مونيكا يوسف، مريم مختار، هايز سامح، وليد هارون. غنينا بقى يا مونيكا.
الصبايا شاق وعمره قصير. يا بوريا اللي انت مقبل يا مروح الصعيد حتى تراب الطريق حتى تراب الطريق حتى تراب الطريق. سلم على الحبايب سلم على الحبايب حتى تراب الطريق حتى تراب الطريق. شمس الأصاري غابت يا اللي بلادك بعيد.